بنرحب بحضرتك معانا، يعني بطولة مهمة طبعا على أرض مصر. كلمنا في البداية بشكل عام عن تواجد البطولة على أرض مصر وعودتها بعد سنوات. أكيد مرحبا بحضرتك والبطولة العربية. مرحبا أولا بالعودة العربية على أرض مصر، بلدهم تاني مصر، ونتمنى إن هم يكونوا إقامة جيدة وبطولة جيدة ومستويات كويسة، وربنا يكرمنا بإذن الله، والفوز طبعا لمنتخب مصر بالبطولة بإذن الله. يعني منتخب مصر اكيد، يعني السنه دي كاس عالم، عندنا تصفيات، يعني محافل كتيره جدا شارك، ولسه كمان عنده السنه الجايه بطوله افريقيا، بنتكلم في التصفيات الملحق، فعندنا حاجات كتيره قوي. اكيد بطوله دي بتفرق قوي فنيا للمنتخب مصر. بص حضرتك، ال 2024 في تخمه جامده من البطولات، في الويندو بتاعنا بتاع الافريكان في شهر 2، في تصفيات مؤهلة للأولمبياد ويندو برضو في شهر 7 قبل الأولمبياد، في بطولات كتيرة في 24، فده يعتبر إعداد كويس للويندو بتاع الأفريكان في فبراير بإذن الله. طيب لو نتكلم على المنتخبات المشاركة في البطولة دي، نتكلم في تونس، جزائر، ليبيا، منتخبات كلها على أعلى مستوى، لكن يظل طبعا أكيد أنتوا عندكم مين أقوى المرشحين، يعني أكيد أو في ناس منتخبات ممكن إن احنا نقلق منها شوية. احنا بقى لنا دخلنا معسكر مغلق منتخب مصر من يوم 14، جمع الفرقة 21 لعيب، مستقرين على 14 لعيب بالجهاز الفني طبعا، وطبعا المنتخبات اللي مشاركه مستواها طبعا ليفل 1 في الوطن العربي، وباذن الله نتمنى ان الفوز لمصر باذن الله. تواجد عمرو الجندي اكيد يعني حاجه كانت مفاجاه مش متوقعه احنا، يعني بالنسبه لنا كمتابعين، انه كان اعلن ان هو اعتزاله قبل كده من كذا شهر، اكيد كان طبعا ليكم دور. عمرو من اللعيبه الجامدين في مصر، واللعيب يعني كابتن من كباتن الفرقه، ولاعيب مؤثر جدا، واحنا محتاجينه في التصفيات بتاعت الاولمبيك جيم، ومحتاجينه في الافريكان، فطبعا تم يعني ايه، قعدنا معاه ولازم تكمل معانا السنه دي، وهو يعني استجاب. يعني كلمه بقى كابتن للجمهور ان شاء الله، اللي اكيد بيتطلع ان هو يتابع منتخب مصر في البطوله العربيه اللي بتقام على ارضنا. نتمنى تواجد الجمهور بساعة الصالة لمؤازرة المنتخب، وبإذن الله هنهدي لهم البطولة بإذن الله.